إذن كانت الطاقم الترباوي ديال مركز الإمام مالك لسيان الإمام مالك، الأستاذة مارايان غانيتا لصغار الجيل الجديد، الفرصة الثانية الجيل الجديد ولا التربية الغير نظامية العادية. إخوانا قايمين كبين مرات وخدمة سوجة جمع النقاط جمع تيمسرعين وخد العمل الختامي نهاية السنة كوريج العام النس على أساس باش نسوجة التقرير النهائي هي المج باش يحجعني غير العامة على ضوء يعني النقاط اليومية بالفنسة إلى آخره العودة لاختيار السن نتقاسم الادماج دونك الاساتذه كاين كبين هذه العمليه غير في المخون تقل العمل يعني الاجرائي نهايه السنه الدراسيه و العمل مره كل جنس يخدم الفرنس لان كل استاذ يمكن يسجل فوج معين بما يخص جميع المسائل الاجراءات الاداريه. وثانيا كاين متواجده كذلك المنسقه من برنامج محاربه الاميه الاستاذه سناء تنين، الاستاذه كريمه مشرفه في البرنامج الفرصه الثانيه الجيل الجديد التربيه الغير نظاميه، الاستاذ اشرف استاذ الرياضيات، الاستاذه صفاء استاذه اللغه الانجليزيه الاعلاميات، الاستاذه سناء استاذه اكرام، الاستاذه فاتحه أستاذة التربية الغير نظامية الجيل الجديد، اللغة الفرنسية، اللغة الفرنسية، اللغة العربية، اللغة الفرنسية كذلك، الأستاذ نبيل مناضل كبير الاجتماعيات يعني التربية المواطنة، التربية الإسلامية، أستاذ عزيز، أستاذ اللغة العربية كذلك، هذه التربية غير نظامية. إذا نشتت الإشراف التربوي والإداري طاقم تشكاح من التاسك مجهودات يكين عام يتقن يعني تقن جل مجهود قران باش وستطع عن باش هذا القدر يمحضان يجل جمعة يمحضان طوين عرضة للضياء وضيعة وغروحة نعرف من جديد نخلق الزيسم يعني يجي نفس جديد لقين تكمل طورنسن والفضل كل الفضل يرجع إلى الأساتذة و الله مشتورة من الإخوان أقنع ذلك تذي المركز الإمام مالك أقنع ذلك بالضبط ذي قاعة الإعلاميات سي عمر هذا غادي يشجع الكلمة تفضل سي عمر يتواجد خون في القاعة الإعلاميات القاعة هي التي تم تجهز إطار لأجل اتفاقية شراكة أكذ رويا منظمة دولية للإجابة مركز المغرب جيل بروجي يعني من بين الأنشطة السيدة في تجهيز القاعة الإعلاميات دونك القاعة مجهزة سرينا تسليم حضارة يجو مال الأسبوع كل كوريج يعني يجو نفوج يتستفاد يجو مال ديال الأسبوع تسن فانيتا تكن فانيتا يعني يجو تكوين في مجال يعني المبادئ الأساسية الإعلاميات سيتو ديال بيروتيك هذا الأستاذة في اللغة الإنجليزية الأستاذة صفاء انت هي تكن لازم تكن تكوين يعني الأستاذة الصغار يسن اللغة الإنجليزية يعني هذا اللغة تقدر تسيب لها الأونجلي كانت تجرزش تستكس نعود لجنة اثنين ساعتين لمجلس قادة المجال الإعلاميات والحمد لله الحين جانا رمضان لأن الإعلاميات جنة مادة جديدة باش تقنيات لي نوفيل تكنولوجي ها لي نوفيل تكنولوجي جن يجن وين تسيت سي في الوزارة للتدريس ها للتدريس لأن ضروري لمجلس قادة حنجع الوقت القرن الواحد والعشرين خصها ديري ملم زي الإعلاميات ماشي من فيسبوك الواتساب لا خصها ديرها الإعلاميات باش تستعمل كوسيلة ها كوسيلة للتدريس دونك استفدت من الزايس هذا حنجع التربية غير نظامية لأن أنا عرضت لك مجموعة من أقسام التربية غير نظامية راني نستفاد يعني أرابورتي دو تو نورمال راني نحضر عليها
شكرا سي عمر. شكرا شكرا. السلام عليكم متتبعي زوار موقع عارفينو. مشتوار من الإخوان هرق نغذي المدرسة الإمام مالك، مدرسة الإمام مالك للجيل الجديد. مشتوار من جين نتائج تجهيزات الحلاقة، جين عود وينث الورشة غاترين الكهرباء المنازل. أقوم مشتوار من تجهيزات دانيسة. أقوم الإخوان مشتوار مقاكين غداني تاع السي عمر المسؤول المدرسة الإمام مالك للجيل الجديد. هذا نغيوشيج الكلمة. السلام عليكم سي عمر. السلام. السلام جديد. لاباس مليح لاباس سي عمر. دونك شديج الكلمة بالنسبة للحلاقة هي تاع الورشة الحلاقة الكهرباء. دونك شديج الكلمة للمشاهدين. المشاهدين نعرفينو زوليك نيو مرة. السلام عليكم. تقدر الموقع نعرفينو الموقع اذا غدا عن دائما ولداق انت في ثكيفنا فوقس ديس النمبر ميمان تخاس نقاطة ثم التاس مع الطاقم التقني الاخوان الصحفيون مرة الاخ ثومة مراد نقاطة التاس نهارا يستغان غانيتا. دونك المناسبة مزين جدا نهارا هتورم يلا اليومين تسلم الادارة المركز امام مالك الفرصة الثانية للجيل الجديد اتسياج جمعية سغناس للثقافة والتنمية يتلسل نشر انيتا باعتبار نشر الكاتب العام نتمسمو نتسغناس وفي نفس الوقت المدير الاداري والتربوي للمركز. اذا في اطار الجنية اتفاقية الشراكة اقطعان الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة الشرق المديرية الاقليمية للتربية والتكوين ذات النظر المنظمة اليونيسف الاتفاقية تمخض خاص تجهيز اثنين الورشات ثاني الآن غادي نركز الفرصة الثانية للجيل الجديد الورشة كهرباء المنازل يجي الورشة الحلاقة. دونك نتوصل الماتيريال يلاه يومين من الحلاقة واني تاني تولم ذا قبالهم معناتها الماتيريال الحلاقة بصنفيها الرجال والنساء تكون يعني غير حجاج حجيرين ثم عاود توصل قبل مدة شهرين من ثلاث شهور توصل الماتيريال يتعلق بالإلكتريسيتي الباتيمون كهرباء المنازل باش ينحضر إذا غيرينا التكوين المهني ومن الحالة الأخرى الحمد لله التكوين المهني توضح غسل المراكز شنو النوع المشكل يعني ليش شنو النوع لو ريسك أنه ينحضر تفرزي المركز غير الشارع لو ريسك طويل من الشارع شن حديثا شد آفان والله الله أعلم رخو لا رخو تجن ذي تذي عين المكان ذاني غتجن ولا في غتجن تكوين مهني يعني تلقان تكوين مزدوج لتعلمة الأساس ضروري أنا خير خمسة الأقسام غير إن شاء الله الرحمن الرحيم لأن الخوان نجد الاتفاقية من جديد دونك غير إن شاء الله غيرين خمسة الأقسام غيرين دانيتا الجيل الجديد وثانيا هذا ثيري هنا الورشات ينحضرني غير قام بها يستفد من على حسب كل جمع ما توينث تخصصي يعني يخضر يغيس دونك من هي حاليا غنوضع المركز كتورم يعني الموظف اثنين يعني اثنين الاساتذه يجن المكونين لي زانستركتور دو فورماسيون بروفيسيونيل هذين اثنين يجن تخصص الكهرباء تخصص الحلاقه شكرا سي عمر شكرا الله يوفقك.